السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبشرة من العاصمة الجزائر أخويا أمين اللي حوز بينا. مرحبا بك وجمعة تحية في الأستوريد ومجلس المغرب كامل بالعداد الإعدادة. الحمد لله نشكرك على حسن الزيارة وحسن الضيافة. مرحبا مرحبا هضرب المغربية كي كنقولها داكشي يا حماقة وراه هضرب هذا الواجب. الواجب صراحة كاع لي زالجيريان صراحة ناس ملاح. هذاك هو المسجد الأعظم ياك. المسجد الأعظم راه 295 متر. 295 متر. 295 متر. المهم غادي تشوفوا في فيديو إن شاء الله. غادي تشوفوها. شسموها هاد البلاصة هادي؟ هادو كاع تاع لي فرونسي هادو شنو؟ كاع هادشي ديال البني تاع فرنسا هذا كامل كامل ما كانش كاع لا هي فرنسا هذه تاع فرنسا اللي حوزناها خرجناها يدي فوق رجليها ياه نمشي يلا دير تشوف يديك فوق راسك شحال 130 132 عام 132 عام و 102 قرن و 30 زينة وخرجت وخرجت هذه اسمها ما غاديش ليها غير بلاصة تحت الأمير القادم هنايا غير بلاصة العود هذيك اللي فيها العود كنت رحت لها واحد الوقت أنا زيد عمو زيد زيد تحت الأمير عبد القادر ياك عاود فيها واحد القهوة سميتها ميل كبار ميل كبار يا الله إلا عقلت عليها ميل كبار الله إلا نيش أنا هذا الأمير عبد القادر هو ذا ألجي ولا منين؟ هذا هذا كنسكن في توريد في بلاد لا هذا المجاهد منين يعني لا واش وهراني ألجي ألجي ها؟ عندهم الشاوية الصحراء الشاوية يعني ماشي أيه هذا التمثال تاعو رحت للمعرض من الكبار ها راهي قول لي ماشي ماشي وهران ولا ألجي ولا قول لي شاوي بس انا أرجيريان لا خلينا مع الجيران مدينه يعني اللي وصلت باش تعرف منين لازم تقرا عليه باش تعرف ما قايلينش منين هو تقرا عليه تلقى تلقى الوالده من جهه والوالد من جهه وتلقاه مربي في جهه مع الاستعمار كان يجي شيخ في كان يفرق العائلات بكري ما يخليكش دير كبه كبيره تبدا وتولد توالد 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 لا شوف العائله ما تبدا يدير شيخ فيهم لا غران باست الحراك من يقلع الحراك من هنا كيبدي الحراك من هذه الحراك انت مشيت ضروري انا في الاولين يا مع الاولين قبل ما يولي ساهل ولا شغل دوك لي فاكونس لا كولوني يا مع الاولين في الاول كان واعر ها سكريس ما عملش شي صرا كنت تعرف شي صرا يا الحمد لله كان شاب جزائري واعي ما درش مليحه كان سلمي يا صافي راه كيما قال له واحد من المستحيلات يا صاحبي باش زعما الصراحه راه شي 130 جمعه درك ولا شحال شحال الجمعه تاع الجاي 40 جمعه 40 جمعه 100 راه انجاز خالي دولة عربية معروفة بها ها؟ الجزائر العاصمة الدار البيضاء حتى انتم عندكم الدار البيضاء الدار البيضاء قدام الدار تحسهم قحدا المطار يا الدار البيضاء الدار البيضاء فيها الجزائر قريت عليها فيها 3 مليون
شفتيها 3 ملايين ما شفتكش والله ما شفتكش والله ما شفتك. والله ما شفتك. ابا كاني مع صاحبي انا نوري لهم انه من نظيف والله رمالتي تسمح لنا اخا ماشي جيت اليوم اخو المغرب بعيد راك عارف الا ما كانت بغاش تجي تزيد اليوم يا خويا يا خويا هذا الصابو هذا قلت لك 3 المليون فيها الجي هذه غرون بوست اي وي هذا تا هو هذا تاع تاع لي فرونسي ولا كلش هذا كلشي ديال لي فرونسي يعني ما كاين حتى حاجه ديال البني جديد مشى له دوك الاحياء الجديده العرب اسمع العرب تروح كثر على برا كاع العرب الجزائر المغرب المغرب تلقى لاشيتي كثير كاع فرونسيز ملي كان مستعمر العالم وملي كانوا شايلين العاصمات ولا تلقى بين البنيان كيف تاع الجزائر بصح في المغرب بحال كازا والجي كاين تقريبا ارشيتكتشر والحمد لله والحرام والله الا هكا كازا بحال هكا كيما هكا كازا يا كازا وجرى ليك والله الا تقول لك في كازا بعد هذا كيف واصلت ليها يديروا الترميم مليح راهم يحافظوا على ضروري خاص يديروا الترميم تروحوا بعد وزارة الفلاحة التنمية الريفية عندكم الريافة انتوما قبائل يقولوا لهم الريف هنا ارقاز ازول ارقاز العالية الكليما مليحه يا خويا امين هنا ما بارش الحال لا كليما مليحه يعني مليحه مخيره البحر بارش الحال البحر اخويا البحر بحال كازا ايه قلت لك زعما الكليما اللي كيكون في المدينه اللي فيها البحر تكون كليما واخا لا ميديتي شويه لكن مليحه تفوج كما قال لها واحد تبدل الجو والله جاي ولا الحراك منين كيكون الجمعه ما تلقاش منين تفوت منه كاش بين تفوت ولكن لكن الدنيا هذه سلميه لا عرفت ولكن كيغلقوا هذا لاكار اغا والله الا هو هذا ولكن اخويا امين نقول لك واحد صراحه كيفاش كرونفيل وهذيك لاكار هذاك ما يسقموهش هذاك الاغا لا خص نورمال يسقموها اخويا شوف سبحان الله فيل شوف فيل كبيره شوف والله الا فيل كبيره يا اخويا عاصمه راهي على طول مقام الشهيد يبان من هنا كيعجبني بالليل انا كيف ما في الخضورة مقام الشهيد ما شحال عندهم سنة دخلت لك متحف مليح اخويا 86 تبنى 86 انا اخويا سنوات 34 عام ولا قريب متحف مليح خلوناش نصورو تما ممنوع يا سرقوا التاريخ انا ما كانش يصور كان يصور غير صوت خبيه ايه تخبيه صافي شوف كيف قلت لي المسجد الاعظم العلو ديال الصومعه ديالو شحال قلت لي 295 متر شحال على راسو اللي فات شحال قلت لي 195 متر يا لا تولي فالدس غادي يبقاو يطلعوا تما يبقاو يديروا ذا الفوز صحيح ايه فوالا هذه الجي
السلام عليكم. السلام عليكم، تحياتنا انا اخويا مجمع الجزائر المغرب خاوه بلاد المنظر من الجزائر عاصمه برج كيفان، تحيه لستوريك وناس المغرب مقام جل كويرا. سلم لنا الياس اخويا الياس زكريا، تحياتنا اخويا زكريا قاص هذا الدي جي سيمو اخويا عليل وعاود هو هذا اخويا خاوه صافي بليزير، تحيه من القلب للقلب خاوه معروضين. عند ميمون القدمة. بالك اخويا امين دار معنا واحد يوم مبادرة خيرية يعني مليحة، واحد العائلة 30 سنة ما شفاهاش في تاوريت، لافامي بوضة كان معايا هاد الانسان هذا جبدناهم من الحراش 30 عام. صافي بليزير، هذه المبادرة كنديرها في بو جمعة. لا والله لا تحياتي بو جمعة ربي يعاونك. لا هذا كان معايا، هذا هو الجي بي اس قال لي. ميمون لا اخويا شفتي في تلفزيون ميمون ها هو غادي يجي هو هذا السيد هذا تاع هذا هادي جايب ميمون على الله يحفظكم الناس تاعو الحولي قلنا عليه قولي باش حكمنا عليه تكباش قلنا له باش ضل العجاز باش يدينا ضل العجاز. المهم تحياتي الناس تاعو واحد واحد. اي السلام عليكم.